هم وين راحوا؟ ما ادري، هم قالوا وانا ما سألت. مو بالمفروض الوالدة تقول انا وين بتروح مع مرزوق؟ يا كثر المفروض يا اخوي. والناس ايش بيقولوا اذا شافوها معه؟ لا تنسى ان الحين زوجة. ما احب اسمع هالكلمة، لا تقولها يا سالم. اذا طولنا على هالحالة انا وانت بس اللي بنتعب. الزواج تم، ما في دينا شيء نسويه. بدينا نطفش مرزوق ونخليه يطلقها. اخاف هو اللي طفشنا. خلنا نحط بالنا على مذاكرتنا ودروسنا، وما في داعي للمشاكل. هو صدق بيجي يقعد معانا؟ اكيد عقب العرس. عرس؟ امنا بتعرس ورقص وطقطقه بعد؟ لا لا.